to develop your English skills channel. السلام عليكم، مرحبا بكم في درس جديد اليوم اللي هو واحد الدرس اللي غادي يكون خاص بالميثود، يعني غادي ندير سلسلة من الدروس المقبلة إن شاء الله خاصين غير بالميثود. غادي نشرح فيهم الميثود لأنه بزاف ديال الناس طلبوا مني هاد الدروس هذه، لأنه بقى عندهم مشكل في الميثود وفي التمييز ما بين الميثود، بالإضافة إلى أنه كاينين بزاف ديال التكنيك اللي كيوقع فوق، يعني كل ميثود عنده بزاف ديال التكنيك. فهنا غادي نركز ما امكن اني كل ميثود غادي نحاول ما امكن نشرحه من جميع الجوانب، بالاضافه الى اني غادي نحاول ما امكن اني كل ميثود نشرح التكنيك المتعلقه به. So let's start with the first lesson which is Sagittopedia method. غادي كيف قلت لكم غادي ندرسوا هذا الميثود from goals، يعني شنو هو الهدف ديال هذا الميثود. Roles، شنو هو الدور ديال التلاميذ وبالإضافة للأستاذ in this method. Teaching and learning process، يعني كيفاش ممكن الأستاذ يوظف هاد الميثود during the classroom. And interaction students teacher and student student، we will explain that during the lesson. Dealing with feelings، يعني شنو هو الانطباع اللي كيخليه this method هاد الميثود هذا عند students. Aspects of language approach emphasis، يعني هاد الميثود هذا على اش كيركز بزاف، شنو هما الاسبيكتس اوف لانجويج كيركز عليها. كذلك غادي نشوفو means for evaluation، من اش من ناحيه كيساعد الاستاذ انه يقيم التلاميذ ديالو. Response to students error، واش هاد الميثود كيعاون teacher باش انه يصحح الاخطاء ديال التلاميذ ديالو. واخيرا كذلك غادي نشوفو typical techniques closely associated with Sagittopedia، يعني غادي نشوفو مجموعه ديال التكنيك اللي متعلقه بهذا الميثود وغادي نشرحوهم ان شاء الله. بلا ما نطول عليكم let's start. شنو هو الهدف ديال هذا الميثود هذا؟ To learn a tactile PS, a foreign language for everyday communication by tapping mental powers, overcoming psychological barriers. يعني هاد الميثود هذا كيعاون التلاميذ باش انهم يتعلموا واحد اللغه اجنبيه بوتيره جد سريعه، وكذلك كيركز على everyday communication. Communication هنا ما كنتكلموش فقط على verbal communication، يعني التواصل الحواري، ولكن ايضا ممكن يكون كتابي قرائي الى اخره، يعني كاع الفورم ديال communication. وكيركز ايضا باش انه كيحرك the mental powers، يعني القدرات الذهنيه ديال التلاميذ، وكيعاونهم انهم يتجاوزوا المشاكل السايكولوجيه ديالهم، يعني النفسيه ديالهم، بحال مثلا التلميذ الا كان حشوم بزاف داخل القسم، او الا كان يعني كيكون متردد، كيكون يعني كيبغي يجاوب ولكن كيخاف يجاوب بجواب خاطئ، فكيضطروا انه كيضحكوا عليه الاصدقاء ديالو الى اخره. يعني هذا الميثود هذا جا باش يعاون التلاميذ باش انهم يتجاوزوا كاع هاد الصعوبات هذه. Rules. The teacher is the authority in the classroom, who must be trusted and respected by the students. Once students trust the teacher, they feel secure. They can be more spontaneous and less inhibited. يعني هنايا الدور الرئيسي كاين عند الأستاذ، لأنه هو اللي كيكون يعني عنده الأوتوريتي، يعني كيكون مسيطر، تيخصو يكون مسيطر على الأمور كاملها، يعني كيعطي مجموعة ديال التعليمات والتلاميذ كيخصهم ضروري أنهم يتبعوا التعليمات ديال الأستاذ، بالإضافة إلى أنه ضروري يكون الأستاذ محط ثقة ديال التلاميذ ديالو، لأنه إذا كانوا كيثقوا فيه وكيحترموه بطبيعة الحال يكون احترام متبادل، فالتلاميذ كيتصرفوا، يعني كتكون عندهم واحد المساحة أنهم يتصرفوا بعفوية داخل القسم قدام الأستاذ ديالهم. Teaching learning process، يعني كيفاش ممكن يوظف الأستاذ this method during the classroom. هذا فقط as an example، يعني هذا فقط مثال غادي نشرح لكم باش تاخذوا فكره فقط، ولكن كاين مجموعه ديال الطرق، مجموعه ديال الامثله.
Students learn in a relaxing environment. أهم شيء إنه الأستاذ يوفر واحد البيئة جيد مريحة للتلاميذ ديالو. They choose a new identity. يعني كياخدوا واحد name, occupation in the target language and culture. يعني كي مثلو كياخدوا مثلا يديروا واحد الدور ديال شي شخصية مشهورة أو ممثل أو مغني إلى آخره. They use text of dialogue accompanied by translations and notes in their native language. يعني الحوار أو الحوار كيكون باللغة الإنجليزية فهما كيترجموه للغة العربية وكياخدوا notes. Each dialogue is presented during two musical concerts. يعني كل ديالوج كيحاولوا إنه الأستاذ يخدم مع التلاميذ ديالو عن طريق جوج ديال المراحل. Once with the teacher matching his or her voice to the rhythm and pitch of the music while students follow along. يعني مثلا كانت أغنية فالأستاذ كيحاول ما أمكن إنه يغنيها يعني تبع الريتم ديال الأغنية والتلاميذ كيتصنتوا ليه. The second time the teacher reads normally and students relax and listen. في المرة الثانية الأستاذ كيقراها بطريقة عادية والتلاميذ أيضا كيكونوا في الاستماع. At night and on walking the students read it over. Then students gain facility with new material through activities such as dramatizations, games, song and question and answer sessions. يعني هنايا من بعد كيعطيهم الأستاذ the homework يعاودوا يقراوه في ديورهم وإلا كان مثلا حوار فهما كيعطيهم مثلا يمثلوا ديك الدور ديال أنهم ياخذوا يقمصوا الشخصية ويمثلوها أو لا لعبة أو لا. يعني هنا كاين اختيار الأستاذ ويختار suitable activity for his students or her students. يعني كيختار الاكتيفيتي المناسب للتلاميذ ديالو بطبيعة الحال as a homework إلا ما بقاش ليهم الوقت during the classroom. So this is just an example of suggestopedia method. غادي نشوفوا دابا interaction student to teacher and student to student. يعني ممكن تفاعل يكون ما بين الأستاذ والتلاميذ ديالو وأيضا ما بين التلاميذ مع بعضياتهم. How at first teacher initiates all interaction and students respond only non-verbally or with few words in target language than they have practiced. يعني هنايا الأستاذ كيعطيهم تعليمات وهما كيحاولوا ما أمكن أنهم يقلدوا أو لا يجاوبوا الأستاذ يعني بالإشارات أو لا few words. Eventually students initiate interaction. Students interact with each other through words or directly by teacher. وممكن التلاميذ كذلك يتفاعلوا مع بعضياتهم يعني على حساب التعليمات ديال الأستاذ. Dealing with feelings. Great importance is placed on students' feeling in making them feel confident and relaxed. In this suggesting their psychological barriers. يعني هنايا أهم شيء إنه التلاميذ يكونوا حاسين يحسوا بالراحة during the classroom وبثقة في النفس باش هذه الأمور هذه كتساعدهم باش يتجاوزوا المشاكل النفسية اللي عندهم. Aspects of language. The approach emphasizes vocabulary emphasized. يعني هنا كيكون التركيز بزاف على الفوكاب ومن بعد ديال الجرامر. Students focus on communicative use rather than form. Reading and writing also have place. يعني هنا كذلك كيكون التركيز على الكوميونيكيشن يعني الكوميونيكيشن بجميع الانواع ديالو ممكن يكون رايتين ريدين يعني كاع الانواع ديال الكوميونيكيشن كركز عليها in this method. Means for evaluation. Students normal in class performance is evaluated. There are no tests which would treat a relaxed environment. هنايا التلاميذ يعني الأستاذ كيقيم التلاميذ ديالو ولكن كيقيمهم من خلال انسجامهم مع بعضياتهم انسجامهم وتفاعلهم مع in the classroom. ما كيقيمهمش يعني بورقة وستيلو وغيقولوا ما عطيكم نقطة إلى آخره. لا هنا كيخليهم يتصرفوا بعفوية وكيشوف مدى التفاعل أو الاندماج ديالهم يعني داخل هذا الميثود هذا during the classroom. هذا هو التقييم اللي تيكون in this method. Response to students' errors. Errors are not immediately corrected. Teacher models correct forms later during class.
يعني هنايا هذا الميثود ما كيسمحش انه الاستاذ يصحح التلاميذ ديالو الاخطاء، لانه كيف قلنا اهم شيء انه يخليهم يتصرفوا عفويين ويتصرفوا بتلقائيه، يعني يبقاو كيدويو وكيصحح لهم الاخطاء ديالهم، فهنايا كيهرس داك التلقائيه. فهذا الشيء علاش الاستاذ كياخذ بعين الاعتبار دوك الاخطاء اللي داروا التلاميذ، ولكن كيصححهم لهم من بعد. ان انذر كلاس typical techniques closely associated with Sagittopedia، يعني هادو مجموعه ديال لي تكنيك اللي انا لقيت كيرتبطوا بالساجيستوبيديا ميثود. غادي نحاول ما امكن نشرحهم لكم باش يعني وخاصكم تعقلوا عليهم، لانه كل ميثود عنده مجموعه ديال لي تكنيك، يعني حتى كيوصلوا حتى ل 11 ولا 12 ديال لي ميثود على حساب سوري ديال لي تكنيك على حساب لي ميثود. The first one classroom setup emphasis is placed on creating a physical environment that doesn't feel like a normal classroom and makes students feel as relaxed and comfortable as possible. يعني هنا اهم شيء كركزوا عليه in this method هو الكلاسروم يكون واحد البيئه اللي هي مناسبه للتعلم، يعني والتلاميذ يحسوا بالثقه وبالراحه during the classroom. The next technique is positive suggestion. Teacher appeals to students' consciousness and subconsciousness in order to better orchestrate the suggestive factors involved in the learning situations. يعني هنايا الاستاذ كيركز كذلك على القدرات الذهنيه، يعني consciousness and subconsciousness، ويعني كيعطي للتلاميذ الفرصه بانهم يعبروا ويعطيو اقتراحات during this method. Visualization. Students are asked to close their eyes and visualize sky and events to help them relax, facilitate positive suggestion and encourage creativity from students. هنايا for example انه الاستاذ يعطيهم يغمض لهم عينيهم يسولهم على مجموعه ديال الاحداث ولا مجموعه ديال الاسئله الى اخره، فهاد الاكتيفيتي كيساعد التلاميذ باش انهم يرتاحوا، وكذلك باش يطلق العنان ديال المخ نيله ديال التلاميذ ديالو، كذلك كيساعد باش ينسجموا التلاميذ مع بعضياتهم. رول بلاي. Students pretend temporarily that they are someone else and perform a role using the target language. يعني هنايا الرول بلاي راه كنظنها واضحه، يعني كيمثلوا شخصيات اخرى، شخصيات بيناتهم ولا شخصيات مشهوره الى اخره، ولا في قصه او لا في روايه. المهم هنايا كيلعبوا لعبه الادوار. Primary activation. Students playfully reread the target language out loud as individuals or in groups. هنايا يعني التلاميذ او التلميذ كيقرا النص اللي عطاه الاستاذ او لا سميه ولا اغنيه الى اخره، يعني بشكل فردي او لا in group. The last one is secondary activation. Students engage in various activities designed to help students learn the material and use it more spontaneously. Activities include singing, dancing, dramatization and the games. Communicative intent and not form being the focus. يعني هذه باختصار بعجلة انه الاستاذ كيختار مجموعة ديال الاكتيفيتي او لا واحد او لا جوج يعني المناسبين، يعني اما اغنية او لا دراما او لا جيم او لا اخره، يعني كيكون التركيز على الكوميونيكيشن وما كيكونش بزاف تركيز على الفورم، ما كيكونش التركيز على الفورم. يعني هادو هما الاكتيفيتي اللي انا شفت كيرتبطوا بساجيستوبيديا ميثود. الى لقيتوا شي ميثود تكنيك اخر ممكن تحطوه ليا وتشرحوا لكم ان ذا كومنت. فهذا ساجيستوبيديا بعجلة هي انه التلميذ يكون يحس بالراحه ديورين ذا كلاس روم ويتعامل بعفويه. ما بقى لي غير نقول لكم سي يو سون ان شاء الله with the next method. Thank you for your watching.